وحدتنا مصدر قوتنا، هي عبارة من أقوال سمو الأمير المفدى ورسالة لكل ذي فطنة لنبذ كل ما يمكنه أن يضعف هذه الوحدة أو يؤثر بها سلبا. وما اختيارها لأن تكون شعار اليوم الوطني لهذه السنة التاريخية والمفصلية في تاريخ نهضة قطر الحديثة، وهي سنة المونديال الذي يعلن للجميع أن قطر أصبحت منذ اختيارها لتنظيم هذا الحدث قبلة أنظار العالم، إلا دليلا على أهمية توحدنا وتكاتفنا خلف قائدنا وعزمنا على المضي في طريق النهضة بلا كلل. في هذه الأيام لا يفوتني أن أرحب بالجميع في قطر، وأتمنى أن تسعدوا بما تم تجهيزه من فعاليات وطنية وثقافية وتراثية كدرب الساعي الذي يأتي هذا العام بحلة جديدة، فحللتم أهلا ونزلتم سهلاً.